جزء من هذه الذخائر للاستخدامات ليست النووية، إنما هو الاستخدامات متعددة المجالات، وبالتالي هذه طبعا خطوة خطيرة في إطار تسليح طبعا أوكرانيا. حضرتك تعلم التسليح الأمريكي مر بمراحل، سواء كان في الاعتماد على قوة حلف الناتو وجزء منه في إعادة تموضع ونشر قوات، ثم الأنظمة الدفاعية، ثم الذخائر متعددة الأغراض، واليوم الآن طبعا في مجال التخصيب. يعني هذا الأمر يفهم في سياقين، أن الولايات المتحدة بتطور منظومة الدعم الاستراتيجية للجانب الأوكراني، والنقطة الثانية هو نقل رسالة بأنه الكونجرس ليس مختلفا بشأن التعامل مع الحالة الأوكرانية. هذا هو الإطار العام، لكن يجب أن نتفهم أن التحرك الأمريكي حضرتك في هذا التوقيت محل تجاذب وتباين، هناك خلافات جوهرية كبيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات الاستهلالية للرئاسة الأمريكية، جزء منه أيضا مرتبط بالحسابات الأمريكية المتضاربة، سواء كان مع في نطاق حلف الناتو أو بالنسبة لعمليات التسليح والمخصصات. يعني هناك اعتراضات وتحفظات أمريكية كبيرة حضرتك في مجال التخطيط والتعامل الاستراتيجي المباشر، لأن المخصصات المالية ضخمة جدا، احنا كنا بنتكلم في 12 ثم 36 وفي 72، كل دي أرقام متداولة، لكن في النهاية الكونجرس هو من يدير. هل هذا الأمر سيدفع روسيا حضرتك للتصعيد للرد على السياسة الأمريكية قولا واحدا؟ نعم، وستشهد خلال الفترة المقبلة حالة تجاذب كبرى بين موسكو وبين واشنطن وبين دول الحلف الأطلنطي أيضا من جانب آخر. لكن الأمر ليس معناه أننا مقبلين على تصعيد نووي أو استخدام للسلاح النووي. الذخائر شيء كما أشرت حضرتك، وعمليات التخطيط للعمليات وغيره ده أمور أخرى، لكن لا تنسى أن الروس هم من بدأوا الخطاب الإعلامي منذ عدة أشهر في إثناء الأزمة أنهم سيستخدمون النووي، فبالتالي في مخاوف من هذا الإطار، لكن الأمر ليس بالخطورة الكبيرة، إنما هو بيأتي في إطار التصعيد الأمريكي الغربي ومحاولة دفع روسيا إلى حافة الهاوية. طبعا ربما يلي ذلك بقى خطوات حضرتك بتطوير المنظومة الدفاعية الغربية اللي هي تملكها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في الفترة المقبلة. أنا في تقديري هذه خطوة مهمة يجب أخذها في الاعتبار، ستؤدي لنتائج وسدادات مختلفة، لكن في النهاية الهدف الرئيسي هو مناكفة روسيا، إطلاق استراتيجية الردع والردع المقابل. فبالتالي أنا أعتقد أن روسيا سيصعدوا خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك وجود طبعا مباشر في هذا الإطار. تمام دكتور طارق، حضرتك شايف أن هذا الأمر قد يستتبع مراجعة من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن هو برضو من باب إن هي التصريحات المتبادلة، يعني ممكن برضو ما يتمش، ولا ده بيبقى أمور لازم ينفذوها؟ يعني خلينا أقول، هو حالة التجاذب الأمريكية مع روسيا حضرتك هتبقى يعني في الفترة المقبلة يعني هتبقى مطروحة، لكن زي ما قلت لحضرتك في خلافات داخل الكونجرس بشأن عملية الدعم وفرض المخصصات، ودي أمر ليس سهلا، يعني في جلسات استماع وانصات داخل الكونجرس حول هذا الموضوع، ومرتبط طبعا بالعمليات الانتخابية. أوكرانيا بتحقق نجاحات بالمناسبة في مسارح العمليات، لكن مش بالشكل الكبير اللي احنا بنسمعه وبنشوفه، لأن التحليل العسكري والاستراتيجي يشير إلى أن الهجوم المضاد لروسيا كانت بتخطط ليه، صحيح أنه أوقع خسائر في الجانب الروسي، لكن واقعيا واستراتيجيا لا تزال روسيا تحتل المناطق الأربعة، مناطق التمثل الاستراتيجية، الأقاليم، أمنت وجودها في منطقة شبه جزيرة القرم، فبالتالي لا توجد أي نجاحات. خسائر الروس طبعا كبيرة في خلافات داخل المؤسسة العسكرية الروسية، لكن في النهاية روسيا هي روسيا. الأوكرانيين يحققون نجاحات، لكن في النهاية أكثر من 45% من الأراضي الروسية الأراضي الأوكرانية تحت الاحتلال، وبالتالي اليوم نحن نتكلم على تقييم عسكري واستراتيجي، برغم التقدير أن هناك خسائر كبيرة للجانب الروسي في هذا السياق. الأمر الآخر هو أن الولايات المتحدة واستراتيجية الأمن القومي الأمريكي اللي أعلنها الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي، أعلن فيها نصا أن روسيا يجب أن تحدد نطاقاتها الاستراتيجية ومناطق التماس، فبالتالي دفعها لحافة الهوية دون أن تسقط، وبالتالي التحرك الأمريكي في إطار حلف الأطلنطي يركز على هذه النقطة، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك محاصرة وتطويق لأي تحركات روسية في هذا الإطار. تمام يا دكتور.
هذه الامور ستستمر وسيتم طبعا محاصره روسيا في هذا الاطار. تمام دكتور طارق، كان في تصريح لعضو مجلس الاتحاد الروسي الكسندر بشكين انه فور وصول قذائف اليورانيوم الامريكيه الى اوكرانيا سيقوم الجيش الروسي بتدميرها كما دمر القذائف التي ارسلتها بريطانيا من قبل. ده برضو في اطار التصريحات المتبادله، ولا ممكن نلاقي تصريح تاني طالع برضو بيكمل هذا التصريح من القياده الروسيه؟ يعني سيدي هذه الامور لا تزال يعني قيد النقاش ولم تتم بين يوم وليله، يعني في اجراءات، في لابد من المجلس الاطلسي ان يوافق، في لابد ان الكونجرس يقر هذا، القياده المركزيه للحلف الاطلنطي، في اجراءات عديده بيجب التعامل معها بجديه، يعني مش بين يوم وليله هيتم الامداد بصوره كبيره، هناك اشكاليات كثيره ربما تتوقف، ربما تتعثر، وزي ما قلت لحضرتك هي لا تاتي في اطار بدايه تخفيض لعمليات اليورانيوم المؤديه لاي عمل نووي او غير ذلك، لم يحدث هذا، الامور منضبطه حتى الان، الطرفين حريصين على ضبط الموقف وعدم تصعيده برغم كل ما تشاهده في هذا التوقيت، في قناعه بان روسيا يعني تدرك اذا تجاوزت الولايات المتحده وحلف الاطلنطي الخطوط الحمراء فسيكون هناك رد استراتيجي مقابل في هذا الوقت.